بس دكتور ناجي لا يخفى عليك في اعتراضات كثيرة، وأنا عاوز يعني أسرد بعض الاعتراضات. يعني واحدة من الاعتراضات اللي هي الجينات، أوكي؟ يعني خليني قبل أنه الزواج مثلا قائين أو كذا، اليوم تشعب الأرض أو الألوان، يعني بتشوف مثلا الأفريقي أسود، بتشوف الرجل الصيني مثلا عينيه بشكل معين، بتشوف الرجل الأبيض بشكل معين، بتشوف الأبوريجينالز الناس الأصليين سواء يعني نقول في أستراليا الشكل بتاعهم شوي بيختلف عن شكل مثلا واحد من دولة أو من بلد تاني. فشو التفسير بتاعك لكل هذه الاختلافات في المظهر في الشكل؟ تمام، ده كلام مهم جدا. أنا زمان لما كنت بدرس بيولوجي كانوا في علم الأحياء يقولوا لنا إن في أجناس مختلفة، القوقازي والمنغولي والنيجيري وهكذا. عملوا حاجة اسمها مابينج للهيومن جينوم، عملوا الخريطة الجينية بتاعت كل الكائنات دي، خدوا منهم عينات وفحصوها وعملوا خريطة كاملة. عارف الاستنتاج اللي وصلوا إليه؟ قالوا كلنا جنس واحد، مفيش حاجة اسمها أجناس، دي مجموعات بشرية لكن كلها جنس واحد. عشان نكون بني أدمين، البني آدم يعني اللي بيعرفوا إيه، الكروموزومات اللي جوانا في 46 كروموزوم، 23 زوج منهم تمام؟ 22 زوج اسمهم سوماتيك، دي اللي بتدينا الأشكال المختلفة، والسكس كروموزوم اللي هو XX ولا XY. فالراجل اللي شكله من برة أسود أو زنجي أو راجل من أفريقيا أو راجل من أوروبا أو أمريكا أو أستراليا أو أي حتة، عنده نفس العدد ده. كلنا عندنا 46 كروموزوم دول عشان نبقى بشر، فكلنا متحدين في هذا. الاختلافات بقى دي سهلة جدا تفسيرها بالجينات، وده تفسير علمي كامل. الجينات احنا بناخد نص الصفات الوراثية من الأب ونص الصفات الوراثية من الأم. فاللي بيحصل ايه؟ انه لما بعد برج بابل اتوزعت المجموعات البشرية، فحصل تركيز للمعلومات الجينية في كل منطقة. فتلاقي مثلا جماعة الصينيين العين بتاعهم مختلفة عن العين بتاعة الناس اللي في أوروبا مثلا تمام؟ لكن هي نفس العين، هي نفس العدسة ونفس القرنية ونفس الشبكية ونفس العصب البصري. كل الاختلاف هو الباد اوف فات، يعني الدهون اللي موجودة في الجفن اللي تحت والجفن اللي فوق، لكن هم زينا بالضبط وإحنا زيهم بالضبط. ده يدل إن في مصدر واحد لهذه الجينات. فالله لما خلق آدم وحواء حط فيهم جينات لها القدرة على التناغم والتغير بصورة رائعة جدا 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 جدا، علشان كده عندنا هذه الأشكال المختلفة. وتلاقي لو واحد مثلا لون البشرة بتاعته ده نتيجة حاجة اسمها الميلانين، وده بيتحكم فيه الجينات. فلو واحد راجل أسود مثلا تزوج واحدة بيضة، الأولاد بيطلع ألوانهم مختلفة بعد كده تمام؟ لأن دخول الجينات دي مع بعضها بيطلع برودكت تاني، بيطلع ناتج تاني. فالحكاية دي الحقيقة أنا عندي محاضرة كاملة عشان أشرح هذا الموضوع برسومات وببيانات وبالجينات بالتفصيل. لكن الملخص بتاع كل الكلام ده يا أسيس نزار، أن العلم التطبيقي اللي احنا كلنا بنؤمن به بيؤكد أن ممكن يكون في هذه الاختلافات المهولة، لأن المصدر اللي فوق اللي الله عمله في آدم وحواء انه كان فيه كل الفرايت، كل الانواع المختلفه دي وتجميعاتها المختلفه بتطلع الاشكال دي. فدي مش مشكله بالنسبه لعلم الجينات بالمره.